السلام عليكم. حياك الله طال عمرك. انا معك الاخ حمد. بتقدر الله علينا طال عمرك، وانا طالع الصبح سياره سرقت طال عمرك، القزازه المثلثه الصغيره. شارع احمد بن حنبل طال عمرك اول اشاره تعدوها، ثاني اشاره يسوي يوتير، ثم من اول شارع يمين لا ثاني شارع يمين في سم. طيب اجل انتظركم عند محطه البنزين. سم طال عمرك، ما ألمس شيء أبد، خلاص طال عمرك، ولا أحرك شيء. إيه خلي كل شيء متطامن بسم الله. سم طال عمرك. شكرا لكم، شكرا لكم، وشكرا لكل جهد تبذلونه لخدمة المواطن. سلام عليكم، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله. انت صاحب سيارة؟ نعم. تنبلغ؟ نعم. قعدت عند المحطة انتظركم، والحمد لله ما شاء الله عليك دليتها للوصف. لا الحمد لله، الحمد لله. ما في شيء صعب. ما في شيء صعب. لفينا ساعة ضيعنا شوي، لفينا من جزاه الله خير، واحد من الشباب جاء وقال لنا عن ما شاء الله عليكم، الله يكون في عونكم ما شاء الله. طال عمرك انا اذكر مراتب سيارتي بيضة، ايش بلاها قلبت؟ لا اخذنا البصمات. اخذتم البصمات، الله يكون في عونكم. تفضل معنا طال عمرك فنجان القهوه. لا ايوه انت اللي تفضل معنا. وين هو طال عمرك؟ للقسم. سم اقول للقسم عشان تسجل بلاغك. مو هذا انت طال عمرك قدامي وبلغتكم، خذ بلاغي وخلاص طال عمرك. لا 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 ما يجوز ما يجوز، لازم تروح تبلغ في القسم. طيب طال عمرك انا ما ودي اروح للقسم، يعني ما حد الله، ما هو الحل بنظرك؟ الحل في نظري عندك نقطتين، اما انت رجال تروح معي الحين للقسم وتروح تسجل بلاغك على الواقعه، ولا رجال تتنازل. لا طال عمرك انا الحمد لله ما سرق الا الاستبنه، وانا ما عمري بحياتي بنشرت، ما حد الله. شو اسمك الحين؟ اسمي محمد صالح. طال تشتبه بعد انت، تشتبه بعد باللي قسم بالله ما انمر. قل قسم بالله ما اشتبه. قسم بالله والله ما ادري عن شيء ابدا. سرقك عاد قبل الحين؟ ابدا. قل قسم بالله. اول مره قسما بالله. قلت شو اسمك؟ اسمي محمد. تروح معي ولا تقعد هنا؟ تروح معي تتنازل؟ لا والله بدي تتنازل، ما بي شيء ابد. بس الله يحفظك، مع السلامة. استغفر. ايش رايك يا حمد؟ شغل تمام، بس للاسف الحين مهما تحاول تقترح او تعطي توصيات او هيك بار ما يوقف. سم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الاستاذ حمد محمد صالح؟ نعم وصلت. تفضل عندنا في الشرطة. طال عمرك وش أنا مسوي طال عمرك؟ أنا ما سويت أي شيء. ما في إلا الخير، تتفضل عندنا وتعرف. طيب ما يمكن أعرفها الحين؟ إذا جيت تعرف. سم طال عمرك، شكرا. شكرا لكل جهد تسوونه طال عمرك. مرة ثانية إذا تكررت منك لا تلومن نفسك. بس يا أخي.
تفضل. محمد محمد صالح. سم. تفضل. اقسم لك بالله العلي العظيم اني دابة سليمة امشي يا باري الساس ولا عمري اذيت احد. طيب استريح استريح استريح. اشكرك. هل سيارتك مسروقة؟ اي سيارة طال عمرك؟ فيه بلاغ باسمك عن سيارته مسروقة. والله يا الدنيا طال عمرك انا متنازل على القضية من زمان. اي بس ما وصلنا تنازل. اقسم بالله العلي العظيم اني انا متنازل طال عمرك. بس هالتنازل هذا ما ورد وغير موجود بالملف. يا عسكري اقسم بالله طال عمرك اني انا ما سويت اي شيء. اقسم بالله طال عمرك اذا انا غلطان مستعد اقوله بكل صريح العبارة طال عمرك. يا اخوي حد اعصابك، ايش فيك منزعج كذا؟ يا عسكري خذ الاستاذ حمد وخليه يوقع على التنازل. بس بس الحمد لله عوافي طال عمرك. شكرا لكل جهد تبذلونه لخدمة المواطن. سلام عليكم. سم. حمد بن صالح. حمد معك طال عمرك. بخصوص الاستبنة لقيناها. لقيتوا الاستبنة؟ نعم، ويا ليت تتفضل عندنا. طال عمرك ما أقدر أجيها الحين. ضروري لو سمحت. ما أبي الاستبنة طال عمرك، أنا متنازل. لازم يا أخي. عندي شغل الله يسلمك، ما أقدر والله ما أقدر أجي. وش نسوي؟ تبرعوا فيها طال عمرك. حضورك ضروري. سم. تسلم، لا تتأخر. إن شاء الله طال عمرك. سم. ادخل. صباح الخير والسرور. هلا هلا والله بحمد، وش عندك اليوم بعد؟ طال عمرك ودي انقز للشرطه. تنقز للشرطه؟ ليه هالحين ما خلص من الشرطه؟ ابشرك لقوا الاستبنه. ايه انا عقلان بالاستبنه. وش بعد؟ الله يسلمك، والله انا ما ودي بها طال عمرك، ودي انها تقعد عندهم الاستبنه ولا اغتث رايح جاي. تسمح لي طال عمرك؟ فمان الله، ما تشوف شر يا حمد. السلام عليكم. حياك الله، مع السلامة يا حمد. حياك الله. يا هلا وسهلا. كيف اصبحت؟ اشوف الشاهي ملمينا ما شاء الله. بسم الله. تبي سندوتش؟ لا شكرا. الله يعطيك العافيه. سم. حمد بن صالح. حمد معك طال عمرك. انت صاحب السياره المسروقه استبنتها؟ اقسم بالله طال عمرك اني بعت السياره، ما حد عندي سياره طال عمرك. نعم. بعتها بعتها طال عمرك، ما عاد عندي سيارة، بديت أروح بلوموزين وجي. نبي صورة استمارة السيارة. سم. حالا. طب ما أقدر أجي، الله يطول عمرك، ما والله ما أقدر. ما أقدر، عندي شغل وعندي عمل الله يسلمك. ضروري. إيه، يعني ما عندكم أحد غيري؟ لازم نقفل المحضر. سم. أو أرسل أحد ينوب عنك. يعطيك العافية. الله يسلمك، مع السلامة. نعم. هلا. والله ما نقعد في البيت ولا ساعة، الحق علينا، الملحق مسروق. وش المسروق؟ ريسيفر تلفزيون الملحق ودبة الغاز والغسالة اللي برا. طيب طيب أنا جاي أنا جاي أنا جاي. ما قلت لهم لا يتصلون على الشرطة. لا يتصلون نبي. اتصلتي بالشرطة؟ اي كلمتهم. الله لا يعافيك. اي ليش؟ وشو اللي نزعجهم؟ وشو هالمضايقات؟ تلفزيون ورسيفر بقريح، ما له داعي، ملحقنا المفترض احنا قافلينه. المهم اني كلمتهم بيجي.
بيجوا هالحين. وعليكم السلام والرحمة، حياك الله. طال عمرك شارع أحمد بن حنبل محطة البنزين. إن شاء الله طال عمرك، حياك الله. أبجيبهم أبجيبهم. طال عمرك الملحق المسروق منه. وين؟ منه. تفضل طال عمرك. أنت تشتبه في أحد؟ لا والله ما أشتبه في أحد. إحنا إن شاء الله راح نبذل قصارى جهدنا، وإذا تعاونت معنا احتمال يكون في أمل. تعاون متعاون متعاون، الله لا يعقب شر. أنت مر الحراج وشف، إذا حصلت أغراضك بلغنا، لأن هذه حصلت كثير. الله يعطيكم العافية، شكرا لكل جهد تبذلونه، وأنا طال عمرك أزودكم بالمعلومات أول بأول. السلام عليكم. سلام. هلا حمد، وش عندك اليوم بعد؟ لا طال عمرك ودي انقز للحراج. وش عندك تنقز للحراج؟ رب راح اتشوف القشه انا فيها الحراج. طال عمرك ما بان شيء لها الحين، وبعدين وين بتعرف قشك معه؟ هو ذا قش مطلقت فيها الحراج، هو ذا قش شركت مفلسه، هو ذا قش ورثه بيبيعونه، وين تعرف قشك معه يا حمد؟ لا ان شاء الله ربي يوفقني. تسمح لي طال عمرك؟ يلا لا مانع من نقص المذكور للحراج. سم. ثواني وانا عندك طال عمرك. مع السلامة. طال عمرك هذا هو. هذا التلفزيون؟ هذا هو طال عمرك. من باع التلفزيون هذا؟ هذا تلفزيون في جيب واحد نفر. في نفر في بطاقة في هوية بطاقة؟ في بطاقة في هوية في كله. راح جيب بطاقة راح. أنا جيب بطاقة. جيب جيب. أنت الحين متأكد هذا تلفزيونكم؟ هذا هو أصفى من عين الحمامة، عين حميدة.
ايوه دقيقه بابا، دقيقه بابا. ايوه هذا هو، هذا نفر، هذا صوره بطاقه. طيب هنا الصوره. طيب 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 شوف هذه بطاقه. كيف الحال؟ شلونك؟ شلونك؟ حيا الله ولد جيراننا، شلونك؟ عساك بخير، شلون الوالد؟ خير الله يسلمك. عساك طيب؟ خير الله يعافيك. الله يحييك. تبي مساعدة ولا شيء؟ شكرا لك، الله يسلمك، حياك الله، الله يحييك ويبقيك، تسلم. هالجيران حبيبي. طال عمرك طلع مو هو بتلفزيوننا، تلفزيوننا ذكرت أنا باغته ما يعتم مع الحرارة. شلون؟ باغه ما يعتم مع الحرارة. الحمام تو تقول انت اصفى من عين الحمام. لا 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 طلع مو هو بيني وبينك، طال عمرك انا اشغلتكم واشغلت وش عمري. ابى تنازل ما عدا بشيء. وش تركت؟ تدري هذا شو اسمه؟ هذا تدري شو اسمه؟ لا والله هذا اسمه تزعج السلطات. هذا ما والله ما زعجت احد. بس اسمك انت شو اسمك؟ اسمه محمد احمد محمد. وش اللي بسرقتك؟ بسرق التلفزيون ولا التلفزيون ودبه الغاز تشتبه بعد ولا ما تشتبه بعد؟ بس كل شوي لا خلنا لا لا ما شو اسمك؟ قلت لي شو اسمك؟ محمد بعد صالح. تتنازل ولا ما تتنازل؟ متنازل ما عاد مره. وين وين طال عمرك؟ راح تنازل معنا في القسم. راح مو بلازم. طيب ايش اقول لك في القسم؟ والله النشبه. اطلق يا رجال، اطلق يا رجال. وينك انت يا اخوي؟ حطيت هذا معنا ما بين. اقول لك مدير السلام. اي نعم. هاي 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 بابا بابا بابا. يلا يلا يلا. افتح لك، تعال افتح لايكا يا اخوي. انتبه. لا لا اوقف، هذا مدرب الخاص. افتح لايكا، افتح. طلعها 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 طلعها. ها حبيبتي لايكا. لا لا لايكا يلا. بس بس خلاص حطوها هناك، انا حط قفص. ودوها هناك. ودها لك يا لايكا. ودوها هناك يا اخوان. سلوب الحارة يا اقسم بالله اللي ما تنام عيني اني ما لي علاقة في شيء. قسما بالله، قسما بالله انتم فاهمين خطأ. اقسم بالله يا اخوان هذا هو هذا هو هاي قسما بالله.